السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي يكون على واحد الموضوع ديال التحليلات ديال لا روبيول اللي كتدخل هي في لو بيلون دو غروسيس، واللي معظم لي جينيكو كيعطيوها ضروري في التحاليل ديال المرأة الحامل. دونك غادي نعرفوا إن شاء الله في هذا الفيديو شنو هو لا روبيول ولا الحصبة الألمانية أو الحميراء باللغة العربية، وغادي نعرفوا الاسباب ديالها والاعراض ديالها، وغادي نعرفوا كيفاش نقراو التحاليل ديالنا تحليلات ديال المراه الحامل. ولا alors شنو هي لا روبيول؟ لا روبيول هو واحد الانفيكسيون فيرال انفونتيل، يعني التهاب فيروسي تصاب به طفل وكتصاب به المراه الحامل. كيسبب كيظهر على شكل حساسية مفرطة في الجلد ديال المصاب، وهاد التحليلة هادي كتحدد إذا كان هاد الشخص عنده ما يكفي من الأجسام المضادة للحماية من فيروس الحصبة الألمانية، يعني الفيروس ديال الفيروس اللي كيسبب لنا هاد المرض هذا، أو لا باش كنتحقو من وجود إصابة حديثة ولا سابقه بلا روبيول، يعني كنتحقوا واش عندنا، واش ديجا تصابينا بهذا المرض او لا. هذا المرض هذا كيسبب تشوهات خلقيه يعني غراف دي غراف مالفورماسيون كونجينيتال، ملي المراه كتانفيكتا به، ملي كتمرض به في لو ديبي ديال لا غروسيس ديالها. شنو هما الاسباب؟ الاسباب السبب الرئيسي هو فيروس الحصبة الألمانية. دونك كتنتقل بالتماس مباشر مع المصاب ولا عن طريق الهواء، وكتقد تنتقل بما تلوث بالمفرزات التنفسية العلوية، وكيقدر يحدث هذا الانتقال أصي من المشيمة إلى الجنين عند المرأة الحامل. الأعراض ديالها، الأعراض ديال لا روبيول كتأدي لدي كيقدر يظهر على الشخص المصاب سخانة فيبر، حريق ديال لا غورج ديالو، كونجونكتيفيتي يعني العينين كيحمروا بزاف، حساسية قلنا على الجلد، ايريبسيون كوتاني، ولا كتقدر ولا هاد الاعراض ما كيقدروش يظهروا، يعني كيقدروا يكونوا ان ابيرسو ما كيبانوش. هاد الاعراض كتظهر من جوج حتى لثلاث سيمانات من بعد الاصابة بهذا المرض. هو مرض تري غراف على الجنين ملي كتقاس به المراه الحامل. علاش؟ حيت كيؤدي الى تشوهات خلقيه للجنين، ولا موت الجنين ووفاه الجنين، ولا فوسكوش، يعني المراه كتقدر طيح ديك الجنين. خاصنا نعرفو باللي المراه الحامل اللي قاسها هذا المرض هذا ديال الروبيول في لو ديبي ديال لا غروسيس ديالها، في البدايه ديال الحمل ديالها، يعني الجنين راه غادي يتاتاكا، حتى هو غادي يوصلو هذا المرض بواحد النسبه ديال 90%. اهم الاعضاء اللي كتقيس الجنين ملي المراه الحامل كتصاب بهذا المرض هي العين والقلب، الأذنين لي زوغاي، و لو سيستيم نيرفو سنترال يعني الجهاز العصبي، ولا كما قلنا الوفاة ديال الجنين حتى هي كتكون بوسيبل، حتى هي بوسيبل. دونك المرأة الحامل أهم حاجة حاجة مهمة تكون إيمونيزي، يعني ممنعة، تكون ديجا دايره الفاكسان كونتخ هاد المرض هذا قبل لا غروسيس ديالها، قبل ما تحبل. غندوزو كيفاش غادي نقراو التحليله ديال لا روبيول. دونك علاش كنديرو التحليله؟ كنديروها باش كنبحثو في الدم على الوجود ديال اجسام مضاده
contre هاد المرض هذا، يعني بريزونس دانتيكور انتي روبيول. اذا كانت المراه الحامل ديجا مرضت بهذا المرض هذا لا روبيول، ولا تكون ديجا دارت لو فاكسان كونتر هذا المرض هذا، ما كاينش يعني لا داعي للقلق، ما عندها مناش تخاف. اذا كانت لا فام وعمرها ما تقاست بهذا المرض، ولا لو سيستيم ايمونيتير ديالها يعني الجهاز المناعي ديالها ما عمره ما عرف هذا المرض، ولا ما دارش لو فاكسان قبل لا غروسيس، دونك كتبقى تعاود كيخرج لها النيجاتيف، وكتبقى تعاود كل شهر هاد التحليله هادي، ومن بعد ما كتولد كدير لو فاكسان. اولا المراه اللي كتبغي تجنب هاد الخطر هذا، من قبل ما تحبل كتمشي كدير لو فاكسان ديال لا روبيول باش كتيفيتي البروبليم ديال هاد الاصابه هادي، وكتكون صافي كتكون يعني ديجا ممنعه من هاد المرض، وكتقدر ملي كتحبل ما كيكونش خطر على الجنين ديالها. يعني باختصار لا فاكسيناسيون هي الوسيله الفعاله يعني المويان افيكاس اللي كتحمينا من هاد لي كومبليكاسيون. الا كانت المراه اجور في الفاكسان ديالها اللي هو الفاكسان ديال ار او ار، كيتسمى الفاكسان ديال لا روبيول كونتر لا روبيول، كيتسمى ار او ار يعني روجول اوريون روبيول، هو فاكسان تري افيكاس. الا كانت اجور في الفاكسان ديالها ما كاينش لو ريسك، ما كتخاف حتى شي حاجه. الا ما كانت ايمونيزي ممنعه ضد هذا المرض، كاين لو ريسك باش كتاترابي سو فيروس. ناخذو كمثال ديال هاد التحليله هادي، هاد السيده هادي دارت تحليله لا روبيول، دونك سيرو دياغنوستيك دو لا روبيول اي جي جي، هذا هو الجسم المضاد. كاين اي جي جي وكاين الاي جي ام. هنايا خرج لها لو طو 363.5 يونيتي انترناسيونال بار مليليتر، كاتب لها بوزيتيف. بوزيتيف سا فو دير كو لا كونكلوزيون بوزيتيف. لانتربريتاسيون شنو عاطينها؟ عاطينها الا كان نيجاتيف، هذه هي باش تعلم تقرا التحليله ديالها. الا كان عندها خرج لها لو طو قل من 10 يونيتي يو اي بار مليليتر، دونك راها نيجاتيف، ما كاينش اي جي جي عندها نيجاتيف، يعني ما كاينش عندها هاد لانتيكور، هاد الجسم المضاد، يعني راها ماشي ممنعه، وكتقدر تصاب، كاين لو ريسك باش تصاب بهاد المرض. الا كان لوطو عندها اكثر ولا كيساوي 10 يونيتي انترناسيونال بار مليليتر، يعني راها بوزيتيف سا فو دير وجود لانتيكور للاجسام المضاده اللي كتحميها من هذا المرض هذا. فوالا كاينين دي لابوغاتوار عندهم دي فالور اكثر من هادو، دي فالور يعني زايدين، كيقول لك الا كان عاوتاني اونتر 10 و 15 تيقدر يكون كاينين وجود ديال لي زونتيكور، ولكن بواحد لو طو فيبل ما كيقدرش ياكد بانه كاين مناعه ضد هذا المرض. كيكونوا في التحاليل كندوزيو حتى سيغتان زونتيكور اجسام مضاده بحال لي اي جي جي والاي جي ام. الاي جي جي باش كنعرفو واش كنعرفو واش السيده المراه حامل عندها ممنعه يعني ايمونيزي، يعني كاينه عندها مناعه مرتبطه بهاد الانفكسيون هذا بهاد الالتهاب، كتكون سواء كتكون فاكسيني، كنقدروا نعرفوا بانها فاكسيني، يعني الا كان الاي جي جي بوزيتيف راها سواء فاكسيني دارت الفاكسان، سواء عندها هاد المرض هذا قديم ديجا جاها هاد الحصبه الالمانيه ديجا تصابت به. الا كان كندوزيو عاوتاني الاي جي ام، الاي جي ام الا خرجت بوزيتيف صافي دير كو هاد الانفكسيون هاد الالتهاب
هاد الانفكسيون ريسونت، يعني هاد الالتهاب راه حديث، يعني عاد جاها في هاد المدة هادي اللي دارت فيها التحاليل. الوغ هاد السيدة اللي كتخرج لها لا ريبيول بوزيتيف، ملي كتخرج لها بوزيتيف الطبيب ديالها كيعطيها ان دوزيام بريليفمون، كتمشي كتعاود هاد البريليفمون. علاش؟ باش كنعرفو ولا كنتاكدو بلي هاد الاصابه واش حديثه ولا قديمه، واش ديجا تصابت بها قلنا ولا دارت الفاكسان ولا عاد جاتها في لا غروسيس. كدير هاد الدوزيام بريليفمون، كتعاود تحليلها من بعد 2 أ 3 سيمين، من 2 حتى 3 سيمانات من بعد التحليله الاولى. اذا خرج كنمشيو لوطو، الى خرج لها لوطو ديال لي جي جي، يعني هاد بحال دابا هادي خرجت لها 363.5، الى عاوتاني خرج لها 300، يعني خرج لها نفس القيمه، خرجت لها نفس القيمه ولا زايد عليها او ناقصه شويه، يعني راها تقريبا قريبه لها، كتكون تري بروش، كنقولوا بلي هاد السيده عندها روبيول اونسيان وعندها راها ممنعه، عندها المرض قديم ديجا تصابت بيه وراها ايمونيزي، عندها مناعه ضد هذا المرض. الى خرج لها لوطو طلع بزاف، يعني اوغمونطا، هنايا 363.5 يقدر يطلع بزاف على هذه القيمه هذه، خرج لها بزاف كنقولوا كيقدر يكون حتى كيقدر يدوبل حتى في 4، يعني لا روبيول ايفولوتيف راها متقدمه، هذا المرض هذا متقدمه. والا خرج لي جي جي الوغ نيجاتيف، قلنا سافو دير بلي راها ماشي ممنعه. وفي الاخير كنقولوا بلي كتبقى الوقايه خير من العلاج، والمراه الحامل تاخذ الاحتياطات اللازمه ديالها باش ما يقيصها حتى شي فيروس ولا ما يقيصها حتى شي مرض لا ليها ولا الجنين ديالها. وكنتمناو ان شاء الله الشفاء العاجل لكاع المصابين، ونتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. مع السلامة.